طبعا النادي الاهلي بيتي ونفسي ادخل جوه النادي الاهلي ونفسي ادرب في النادي الاهلي، لكن ما لقيتش ده موجود في بعض الاشخاص جوه النادي الاهلي والكلام اتغير. بعد كده اتعرض عليا موضوع نادي السكه. خلي بالك انا اجلت نادي السكه، يمكن انا ساعتها الكلام ده اول مره اقوله يا كابتن شادي على الهواء. انا كان في اجتماع مع نادي السكه انا اجلته تمام، وقلت ان انا عندي اي ظرف عشان استنى ان انا ادخل جوه النادي الاهلي، دي اول مره اقولها في حياتي تمام. كانت وعد اللي انت خلاص جاي في قطاع الناشئين في بالظبط النادي، بالظبط. فلما كأمير كده اللي انا قبل كان فهمته امير لسه مش في كان الصوره، شرس اه لا ما اوكي كانش انت في الصوره. مستني الاهلي يعني. انا اتعرض عليا ان انا المفروض ان انا خلاص يعني في كان في وعود ان انا اخش جوه قطاع النادي الاهلي. استنيت شويه، فمستني يا جماعه يوم طب بعد ما يوم رحتش بعد يوم. ليه بقى؟ هو كان في كلام اتغير، كان في وعود ليا، فوجئت ان انا ماليش مكان جوه النادي، فدي كانت بالنسبه لي صدمه. المكان الوحيد اللي هيبقى ليا جوه النادي ان انا امسك البراعم صغيرين، فانت طبيعي انك انت تمسك قطاع وتمسك. بص انا قعدت مع كابتن اكرامي برضو، دي حاجه لازم اقولها للناس، وكابتن اكرامي رحب ان انا اكون موجود وكان هيمسكني 2003 وممكن سن معين في البراعم. قال لي انت عندك خبره واسم كبير ودي حاجه كويسه تكون موجوده معايا، وخصوصا ان انا برضو عايز اقول الكلام ده على الهوا، الكابتن اكرامي هو اللي كان مختارني اول ما جيت اختبارات النادي الاهلي. كابتن اكرامي كان عارف السي في ان كان احمد الله يرحمه موجود وشريف، فكان في صحابك صراعات فكانت الامور مع كابتن اكرامي هو باصص لحته احترافيه، وان امير موجود فلازم يبقى احمد موجود التدريب تتمرن مع الفريق الاول، فكان شريف واحمد موجودين معايا فكان في تنافس. فانا توقعت ان انا بعد ما بطل اما اقابل الكابتن اكرامي هلاقي الامور صعبه، ففوجئت ان هاي هو كابتن اكرامي رحب وكلمني بشكل كويس جدا ورحب بان انا ادخل جوه القطاع. بعد كده الكلام اتغير شويه، لقيت نفسي ان انا ماليش مكان جوه القطاع، اتغير من كابتن اكرام ولا من حد تاني؟ حد تاني بعد يعني مش عايز اقول اسامي، ولكن ايوه هو جوه النادي. وبعدين لقيت نفسي ان انا امير مفيش مكان، وخصوصا ان انت خلي بالك انا كنت في الاكاديميه نص السيزون، يعني الكلام ده كابتن شطه وكل الكباتن كابتن محمود صالح وكل الكباتن قالوا لي امير انت خلاص هنمهدك انك انت تدخل جوه القطاع وتسيب الحته امير ده الاداريه. طبيعي جدا بالظبط عشان انت بتتكلم في ندره في مدربي حراسه المرمى، بالظبط فطبيعي جدا حد ليه تاريخ ولعب في الفريق الاول وحقق انجازات، انت مش محتاج حد يقول لك انا بشوف كده، انت محتاج تبقى موجود، ده الطبيعي ده الطبيعي يا كابتن شادي. وانت بالظبط. انت حضرتك بتقول اهو، وانا كمان اوريدي قعدت، ويمكن كمان اعتقد الكابتن مدحت مصطفى كان موجود اللي هو الكابتن ناجي قال عليه، الدكتور مدحت طه اسماعيل تقريبا كان موجود معانا، وفي نفس الوقت مسك 2001 ومشي اعتقد. بالظبط. فاحنا يعني لما انا قعدت مع كابتن الكريم قعدت بره النادي اللي هو امير انت معانا هتمسك 2003 وهتمسك عشان انت عندك خبره وكده، هتمسك حتى من البراعم بخبراتك وبتاع والكلام ده كله.